الأفوكادو ومنشيل البذرة. تمام. الأفوكادو كله بالملعقة وأضيفه وين؟ داخل الخلاط الكهربائي. أضفنا الأفوكادو في الخلاط. تمام. بنضيف أوراق الكزبرة. يا عيني على الكزبرة. وينك وينك يا رامي اللي بتحب الكزبرة؟ ومنضيف. طب كاش تحكي كلمة بحق سلمى يا زلمة؟ قلت لها. الواقع إنه صداقة كل من في مطبخ رؤيا هي حقيقية، لأنه هذا الإشي بنعكس على الشاشة بأمان. أكيد. شوية ملح. والآن بدي أضيف اللبن الطيبة للخلاط. سلمى شو إجاكي هدايا بعيد ميلادك؟ لهسا. عصير الليمون. الآن نأخذ التغميسة. منضيفها داخل بولة ودائر من دار حاطين خس وشيبس روعة. وخيرات خيرات الله. قمر أبو جمعة بتحييك يا سلمى وتحكي لك كل عام وانت بخير وتحكي لك أنها بتحبك مع الليمون ومع ال كل شيء صح. الكزبرة تلبق للأفوكادو كثير وعندك الثوم والليمون. طيب نحكي لكم كيف سوينا تغميسة أفوكادو مع اللبنة في خلاط كهربائي. قشروا الأفوكادو وضيفوه في الخلاط، بعدين ضيفوا عليه أوراق الكزبرة وطبعا عصير الليمون مع الثوم مع شوية لبنة من طيبة وخلطوه منيح بعد ما تضبطوا الملح والفلفل. قدموه مع تشكيلة من الخضروات، خس، جزر، خيار، شيبس، اللي بدكم إياه، وصحتين والف عافية.